أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، مع قاعدة جديدة من قواعد أسماء الله وصفاته، نعيش مع ما يلي. من يقرأ؟ يلا يا شيخ خالد. قاعدة: أسماء الله الحسنى لا تحصر بعدد معين. نعم، أسماء الله الحسنى لا تحصر بعدد معين. معنى القاعدة؟ أيوه. أي الأسماء التي وردت وثبتت لله جل جلاله بناء على القواعد لا يحصر عددها ب99 أسماء. نعم، هذا القاعدة لابد من التنبه إليها، وهي واضحة الدلالة ومفهومة، وإن شاء الله يسهل بيانها. حيث أن أسماء الله عز وجل الحسنى لا تحصر ب99 أسما. وسبب هذا الإشكال حديث إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فعلى ضوئها سوف نعيش مع هذا الحديث، ويتبين معنى أنه ليس حصرا. فلو سئلت كم عدد أسماء الله الحسنى، الجواب: لا نحصرها، لا نستطيع أن نحصرها، لا نستطيع أن نحصرها. طب حديث 99 سوف يأتي معنا، ونعطي المعلومة سلفا، أنك مطالب لكي تدخل الجنة أن تحفظها وتحصيها وتعمل ب99. مثل ما يقول السيد: عندي 100 من العبيد أعتقتهم. فليس معنى ذلك أنه ليس عنده عبيد آخرين. عندي 100 درهم سأنفقها، ليس معنى ذلك أنه ليس عندك غير 100 درهم. هذا كلام مجمل، سوف يأتي التفصيل بعد قليل. بداية لابد أن نثبت في السنة أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. وأشهر شيء في ذلك حديث رفع الهم، حديث رفع الهم. فنسمع الحديث. أيوة. الأدلة: أولا، حديث رفع الهم الطويل عن ابن مسعود، من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، أو استنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال ابن القيم: إذن انظر، هذا الحديث يعني أكثرنا يحفظه، وهو من ابتلي بالهم والحزن فليس له إلا أن يدعو الله جل في علاه. وبناء على ذلك ورد الحديث الطويل، وفيه: أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك. طب علمته أحدا من خلقك، ما معنى هذا؟ نعم، الأنبياء السابقين. أو علمته أحدا من خلقك، لكن اللي بتزم بخليك تجزم انه في اسماء انت ما بتعرفها، او استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني في اسماء ما حد يعرف. اذن في اسماء حتى الانبياء لا يعرفونها، ومتى يعرفونها؟ متى شاء الله. وعندنا من سبقنا علم: علمته احدا من خلقك، ممكن من جن او انس او ملائكه. ونعم، وخلقك هذه نكره مضافة، ونكرة مضافة في علم الأصول تفيد العموم. فجميع خلقك أو علمته واحد من أي
من خلقك. قد يكون هذا نبي، قد يكون ملك، قد يكون. فبالتالي في النهاية أن هناك أن أسماء الله عز وجل لا تحصر بعدد معين. طيب ماذا قال ابن القيم؟ نسمع. قال ابن القيم: إن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. أها، فإذا في شيء استأثر الله عز وجل به عنده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طبعا هذا الكلام في بدائع الفوائد، ابن القيم له كتاب الفوائد وله كتاب بدائع الفوائد. تحد ولا تعد شيخنا؟ ايش هي؟ لا ولا تحد بعدد ولا تعد بعدد. لا لا ولا تحد، نعم ولا تحد بعدد من التحديد. طيب ابن القيم نقول له كتابان، كتاب الفوائد وكتاب بدائع الفوائد، فما تخلط بينهم. الفوائد مختصر مجلد مطبوع فوائد، لكن التوسع وين؟ في بدائع الفوائد، مطبوع في 5 مجلدات. لا هو هذا اعتبر هاي فوائد وهاي بدائع، لكن في أشياء مشتركة، لكن المشترك بينهم هذا في توسع فيه، لكن لا ليس مختصرا لبدائع الفوائد. طبعا كتب شيخنا علي الحلبي فوائد الفوائد من بدائع الفوائد، يعني أعطاك حتى الخلاصات، لأنه بعض الناس حتى بدائع الفوائد يعتبروا إيش كبير، راح إيش صغر لك إياه سوى لك فوائد الفوائد بسبب قلة الهمم، بسبب قلة الهمم. طبعا بالإضافة لكان يعلق ويشرح ويبين بعض الأشياء. طيب اثنين. ثانيا حديث أنس رضي الله عنه في الشفاعة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن. لا تحضرني الآن، متى هذه المحامد؟ الشفاعة. نعم في يوم القيامة عند الشفاعة، لكن الآن لا تحضرني. إذن الله عز وجل يعلم أنبياءه أسماءه في أي وقت شاء. نعم. قال ابن القيم: وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. نعم هي بأسمائه وصفاته. فالثناء على الله عز وجل يكون بأسمائه وصفاته، وبالتالي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما نرى من بعض الناس أنه يريد أن يثني على الله عز وجل من تلقاء نفسه، فأنت يا أخي تقيد بالوارد: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فبالتالي تقيد بالوارد حتى لو كان قليلا، لكن يعطيك معنى كبير ويغنيك عن الدندنة، يعني الكلام التي تجد نفسك تريد أن تصيغه بأوزان ونظم وطرق وسجع. طيب إذن هذا الحديث الثاني. ثلاث. ما ورد في حديث الدعاء أثناء السجود من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قولها عن النبي. نعم وفيه قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني هنا. لا اللهم أعوذ برضاك. اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي، لا أحصي أي لا. نعم لا أحصر، لا أحيط، لا أحد، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على من؟ على المرسلين. فالله عز وجل قبل ثناء من ووصف من؟ وصف المرسلين. هذا شيء مهم. فبالتالي لا نصف الله إلا بما
وصف به نفسه. لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. هل تحصي ثناء على الله؟ لا نحصي ثناء عليك. هاي قواعد تمشي عليها فلأمامك ممكن يلين، ممكن يلين. يعني هاي القاعدة شايف سهلة واضحة، ولأنها قائمة على النصوص وكلام العلماء. نعم، ملاحظة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أو قبل الملاحظة قال شيخ الإسلام، نعم تفضل. أخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لا أحصى صفاته كلها. نعم، لا أحصى صفاته كلها، لأنها شيء بسموها جمع مؤنث سالم، ترفع بالفتحة وتنصب وتجر بالكسر. نعم، ترفع بالضمة، ترفع بالكسر بالفتحة، بالضمة ترفع يا رجل. وأنا منصوبة معناته صفات، ترفع بالضمة لكن تجر وتنصب بالكسرة. طيب هسه الآن ابن حزم ماذا قال؟ ملاحظة، ابن حزم رحمه الله حصر أسماء الله ب99 أسماء، فقال: ولا يجوز أن يقال إن لله تعالى أسماء غيرها، لأنه قول على الله عز وجل بغير علم. طبعا هذا ابن حزم ظاهري، ونحن مع النصوص ولا نحيد عن النصوص إلا بظاهر أقوى، لكن ابن حزم في العادة نظرته إلى النصوص غير شاملة. فهنا قال عندك الحديث حصر أسماء الله بإيش؟ ب99 أسماء، وهذا في كتابه الدرة فيما يجب اعتقاده، مجلد مطبوع لابن حزم. يعني ما بلغت الأحاديث؟ لا، حسب بدنا نيجي نجاوب. خليك معك، خلينا نسمع. واحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. نعم، فقال لك من أحصاها دخل الجنة، فإذا ما في غير 99 اسما. طبعا تأكيد. بعدين أكدها 100 إلا واحدة. ومئة إلا واحدة، لكن هذا في إيش؟ في الإحصاء، وليس في الحصر. نعم، شوف الآن كلام النووي. نعم، نسمع. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصرا لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غيرها، غير هذه 99. هو بزيد أحرف وكذا بس ماشي، غير هذه 99. وإنما المقصود، إن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها للإخبار بحصر الأسماء. إذن هذا الحديث سيقة لبيان بما تدخل الجنة، وليس سيقة لحصر أسماء الله عز وجل ب99 اسما. فأنت مطالب لكي تدخل الجنة أن تحصي 99 اسما، وليس معنى ذلك أنه فقط لله جل في علاه 99 اسما. طيب، وبين ذلك ابن تيمية بقوله: معناه إن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، ليس مراده أنه ليس له إلا 99 أسماء. ثم ذكر حديث رفع الهم السابق. نعم، أيوة، وبين تقدير اللفظة بقوله: والتقدير إن لله أسماء بقدر هذا العدد، من أحصاها دخل الجنة، كما يقول القائل: إن ذي 100 غلام أعددتهم للعتق، وألف درهم أعددتهم للحج. والتقييد بالعدد هو الموصوف بهذه الصفة، لا في أصل استحقاقه لذلك.
شوش تقطع الكلام يا شيخ خالد، بطل مفهوم. لا في أصل استحقاقه لذلك العدد. أيوة. فإنه لم يقل إن أسماء الله 99، ثم ذكر حديث رفع الهم. نعم، الآن هذا التقييد كما ذكرنا في بداية الدرس، أن أول شيء التقييد هو للإحصاء وليس التقييد للأسماء. اثنين، أنت تقول أنا عندي 100 درهم للحج، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد عندك غير هذه 100 درهم، وإنما مقصود حصر 100 بماذا؟ بالحج، وبالتالي حصر 99 لدخول الجنة. وليس معنى ذلك نفي وجود مال آخر، ليس هناك نفي وجود أسماء الله عز وجل أخرى له جل في علاه. وقال أيضا، قال أيضا تقييده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى 19. أها. فلما استقلوهم أي الكفار، وقال وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولا يعلم فإن وما يعلم جنود ربك إلا هو، فإن لا يعلم أسماءه إلا هو أولى، فإن لا يعلم أسماءه إلا هو أولى. نعم، فعندما ذكر 19، فتسعة عشر ليس حصرا، ولذا الكفار عندما استقلوها ماذا قال ربك؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. وبالتالي هذا دلالة على ماذا؟ على أن ذكر العدد ليس حصرا، ليس حصرا لغيره. وحقيقة هذا يعني مبحث أصولي في الدلالات، يعني لو درسنا مع بعض علم أصول الفقه، فأهل العلم يقولون العدد مفهوم المخالفة فيه ضعيف. يعني فعندما أقول جاء 5 رجال إلى الدرس، أو دخل بيتي 5 رجال، ليس معنى ذلك أنه لم يدخل غيرهم، وبالتالي قابلت 10 رجال، ليس معنى ذلك أني لم أقابل غيرهم. طبعا هذا أهل العلم يقولون من ناحية، لكن قد يقبل فيقال مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فقال هنا العدد لازم. لما؟ لا محسوب عدد ورود النص كله، العدد مقصود فهم الصحابة فعلهم، كل اللي حكيته صحيح. لآل الجلد ملوش علاقة. لا، كل اللي حكيته صحيح، لأنه لا يوجد دلالة تخالف النص بداية، ما فيش إشي يخالف. فمثلا احنا لو كان فقط عندنا حديث البخاري ان لله 99 لقلنا بقول ابن حزم، لكن بما انه وردت النصوص الاخرى اللي ذكرناها فهذا دلالة على ماذا؟ على ما ان هذا ليس حصرا. فنرجع بيجي كلامكم انه هذا حد، وبالتالي العدد مقصود لذاته وما شاء. وقال ابن القيم والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له تعالى أسماء غيرها، وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك وقد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لا خلاف بين العلماء فيه. إذن ذكر العدد لا يعني الحصر، ومفهوم العدد عند الأصوليين نعم مفهوم المخالفة في العدد مفهوم ضعيف، بل بعضهم يقول العدد لا مفهوم له أصلا. اللي قالوا بمفهوم المخالفة قالوا من شروط العمل بمفهوم المخالفة ألا يكون هناك دلالة أقوى منه، ألا يكون هناك دلالة أقوى منه، وإلا وقعت في الضلال.
فمثل قول الله عز وجل، مين في حدا بيعرف؟ نعم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. مع أنه هذا مش في العدد، هذا مفهوم مخالفة أقوى من العدد بيعتبروه. ومع ذلك هنا أي لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي على الغالب أن الفتيات يطلبنا التحصن، لا أنه إذا أردنا التحصن يمنع من الزنا، لم يردنا التحصن يجوز الزنا، لا، بدلالة الآيات الكثيرة التي تحرم الزنا. مثلا حديث الحج عرفة، فليس معنى ذلك أن غير عرفة ليست من مناسك الحج وليست من أركان الحج وليست من واجبات الحج، بدليل دلالات أقوى. طبعا أنا بشرح كلام هذا، أنا في العادي ساعة كاملة شرح الدلالات، لكن إحنا بنحكي بدلالة أقوى، اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. نصوص كثيرة تأمر بواجبات مطلوبة منك أثناء الحج غير الوقوف بعرفة، مثل فقد تم حجه، حتى في نصوص فقد تم حجه، يعني برضو مفهوم المخالف إنه حجه إيش لم يتم، وهكذا. مثل اي نعم، مثل مثل لا هاي لسه غير هاي، مثل نعم، ولا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة. فليس معنى ذلك انه يجوز انك تأكل الربا قليل بينما المحرم فقط ايش اضعافا مضاعفة، وانما الجواب انه الربا مآله ان يكون أضعافا مضاعفة. ووردت النصوص حل الله البيع وحرم الربا ولعن الله الربا وآكل الربا، النصوص الكثيرة جدا. هذا يسمى أنه مفهوم المخالفة يعارض دلالة أقوى منه. فعندما يحدث دلالة وهناك عبارة يعني منطوق، فدائما دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. مش درسنا مع بعض؟ نسيتوا؟ نعم، عبارة النص ودلالة، في عبارة النص وفي دلالة النص وفي إشارة النص وفي دلالة الاقتضاء وفي مفهوم المخالفة. خمس شغلات أعطينا عنها دورة كاملة في هذا المكان، يعني صعب إنها، بس إحنا بهمنا القسم الأخير وهو مفهوم المخالفة. ذكرت أن الأحناف لا يأخذون بمفهوم المخالفة. أصلا الحنفية ما عندهم مفهوم المخالفة، بأخذوش بالمرة. أي نعم صحيح.